السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم البرامج المجانية والبرامج اللي هي سعرها كويس في موضوع الـ CMMS، ودي برامج خاصة بإدارة المرافق أو إدارة المبنى، وإن أنا أبقى عندي معلومات عن كل الأصول الموجودة في المبنى عندي. وتقريبا كل البرامج دي بيبقى ليها نسخة على الأندرويد، بحيث إن أنت تقدر تتعامل معاها دايركت من خلال الموبايل. طيب، احنا تقريبا شرحنا اغلب البرامج ديت، زي مثلا كوما سي ام اس، هتلاقيه برضو مشروح على بيم اريبيا، ان انت بتقدر تحط الاصول كلها وبتحدد تواريخ الصيانة الاستباقية، وبتحدد ان انت تقدر تعمل ورك ريكويست، تبعت مثلا بتاع الصيانة ان في حاجة لازم تعملها صيانة النهاردة او بكرة او. وفي برضو البرنامج دوت كلام اي ام، برضو شرحناه، هي نفس الفكرة، ان انت بتقدر تخلي عندك بيانات كل حاجة موجودة، بحيث لو حصل قدر الله ان حد من الموظفين مشي وحد تاني جه، يبقى عنده هيستوري لكل حاجة حصلت لها صيانة في الفترة اللي فاتت. واب كيب برضو شرحنا التلات برامج دول، هتلاقي برضو على بيماربيا. واف اي اي اكس برضو الشرح، هما كلهم نفس الفكرة بسهولة. وجي ان يو ميمس برضو من البرامج السهلة جدا في الشغل، ان انت بتحط كل الاصول وبتحط بالمخزون بتاعك وبتبدأ تدي تاسكات، واغلب البرامج دي اوبن سورس. وبعد كده بنلاقي برنامج ماكسيمو، ده من البرامج القوية جدا والبرامج المتخصصة في موضوع الصيانة، وده ان شاء الله ان ربنا يكرم ونشرحه بالتفصيل باذن الله. ده من البرامج القويه جدا، واللي بيشتغل في مثلا المطارات، بيشتغل في اداره مترو، اداره مدينه تعليميه، حاجات ضخمه يعني، قاعده بيانات قويه جدا وضخمه ان شاء الله.